مجموعه ديال الاشياء باش الناس ويعتبروا الناس الشركاء ديال المشروع انهم تيحصلوا على الوظائف باش يشتغلوا. اذا هذا هو التدبير السليم الذي كان سيخرج العايش من ايجاد لقاح لازالته من امام السفينه هذا وبطريقه عصريه في المواصلات العصريه وفي حمايه الصحيه وحمايه البيئه. المحيط ديال المدينه هذا المشكل الكبير اللي بقى في عالم العريش واللي ضروري اننا صنع كل المناسبه سمحت الله وصلت مع الكيبتو كاين نقاط سوداء مازالت في المدينه العريش رغم انهم جابوا الفرع ديال الاطفال وجابوا العمال اكثر والعمال ما جابوش هكذا وانما جابوا نتيجه النظافات ديال الجمعيات البيئيه ومنها جمعيه ولا جمعيه من الاخر لان الحاله ديال الاكثار والعمال ديال النظافه وكيكونوا في حاجه طاوله جاء عقبه ان التغير ديال المترو اللي كنا جينا على القافله وزرنا جميع النقاط السوداء في المدينه وهذا الشيء سلط الضوء اكثر على المدينه وطلب المجلس الكافي انه يوظف اكثر على ديال العمال حتى اننا بدنا نشوفوا في الساعه العمال ديال النظافه حتى هو اللي قبل الانتخابات اكثر من الموظفين. المهم كان التاثير كان عمل هاد العمال والتواجد ديال الشركه والعمل بهذا الشكل هذا اللي معناه ان مازال كاين نقاط سوداء. الى جبنا مثلا البلاصه ووصلت عام على المدينه ان المكان الذي تعتاش منه المدينه وكتعيش منه ان كل ما مرنا لا يمكنك ان تمر من امام البلاصه ان تحاول الى الاسباب خارج الطريق ديال البلاصه، بلاصه ما كنعرفوهاش الى الشكل العهد ديال التدبير الاسباني واللي كان تما كان شي الشكل الوحيد ديال البلاصه هو محيط نظيف جميل جدا. اذا كاين حاويات في المجاوره كما نشوفوا كذلك في المكان اللي كيبيعوا فيه سوق الجمله. عيب وعار على ان الاسواق ديالنا اللي كنقتاتوا منا وكناكلوا منا ياكلوا منا الاطفال ديالنا ان الحاله ديالها يعني المكان اللي كتاكل المساكنه ديال المدينه اللي كتوصل 120000 نسمه هي اماكن قذره واماكن متسعه للغايه وهذا تتعامل فيه المسؤوليه البلديه جاوا الاسبانيين وصلحوا البلاصه وصلحوا وطلقوا الاهمال والإهمال حتى عاد عملوا لها سلطه اخرى ما عرفتش كيفاش دايره السلطه باش يوليو الرموه. البلديه خصها عنايه وصيانه دائمه وخصها نظافات دائمه وخصها اشخاص يكونوا دائمين حاضرين على النظافه ديال المدينه. الشاطئ الرمال كذلك نجده الا بعد حملات كذاب مباشره ولا قبيل بوسي السكير يتم يعني شاطئ بديل شاطئ متسع ومنتشر في الاسباب هنا وهناك ليس هناك حاويات للنظافه الميناء، الميناء درنا على واحد الحمله تسمى في الميناء واحد الجمعيه من القصر الكبير الغطاسي، ماشي ولكن لقينا واحد الحاله مجرده، قنينات، الزبال، يعني القاع ديال البحر رائد الوكاله ديال الموانئ اللي الضوء ديالها هو تنظيف المحيط ديال مازال ما سالناش السؤال، تنظيف المحيط ديال تنظيف البناء لا تقوم باشغالها، نهار اللي جينا احنا تما عاد حركوا ذاك الباخره مجدي الكارير كاين كارير اللي موجود هنا هو مختلف وفيه الحيط التسجيلي مازال تسمو كاين مرحى كاين في القافله اللي جينا من الفوق كنشوفوا الاطفال كيلعبوا هذاك الكاس والحاره المياه هذه وهذا سيشيء الساحه ديالو وواحد وصمه عار كذلك داخل حي الكارير هذا ربما تقول لك كل شيء من المسالين اللي يكونوا في مباشر الطريق يدخل شي مكان واحد الكارثه مجديد سنصل هذه المياه العذبة وهذه وصمة كذلك واحد نقطة سوداء وكانت كبيرة جدا على المدينة لأن هذه مرتبطة بالثروة السنوية لأن سنوات الوادي الحار بهذا الشكل هذا لأنه قدروا جمعوا الوادي الحار المياه العذبة في المدينة كاملة باش تصرف هذه المنطقة ديال المجديد لما هو عبارة عن نواة كيماوية هو عبارة عن جرير هو عبارة عن صابون هو عبارة عن جميع تصريفات المياه ديال الحمامات ديال المدينة يعني بمعنى سموم خطير ولا شفنا نتيجة عام الثمانينات كانت 450 صندوق حتى 500 ولات دابا 70 صندوق في الاحتيال إذا ما تستغربوش لأن هاد السموم اللي كتموت تنتقل للثانية وبشكل جيد والناس الفرق يجيو شيء عادي بحال كيشوفوا المنتشر في داخل المدينه عادي يعني هذا الشيء راه ماشي عادي شيء راه خطير جدا وماشي غيخرج فقط على الثروه الطبيعيه ديال الاجيال المقبله وانما سيؤدي الى شيء
نابوكوس بحال المصنع ديال خيل بوماس ديال السردين ديال الزيتونين، هادو كلهم كيستعملوا بعض المواد اللي هي سامة وغارة والصيد ديالها كانت هي تيكيوف، والواد هي الصخور هي هو في البحر وبالتالي يؤثر على الترز الديالي يؤثر على الصحة ديال الواحدين، لأن المجديد هو مازال وسط في الأحياء القريبة منه في العديد من الساكنة ديال المنطقة تحجوا صيفا وبالتالي تتعرض للأمراض وشتى الأوعية التي تدور في الصحة ديال المواطنين. إذا من الضرورة أن الكارثة البيئية خصها ووعدونا أنه غادي يكون في 2017 بداية ديال التصفية، لأن هادشي الناس كتصفي كتستخرج منه أسمدة اللي كتقال الحياة والمياه اللي كيكون لنا صح مياه الصح. كذلك ما نساوش داخل الميناء قبل ما نبدا كاين داخل الميناء ما كاينش شي صرامة اللي كتسيب الزيوت ديالها وكتسيب البنزين ديالها وكتسيب الازبال ديالها، يعني كاين واحد الفوضى عارمه في هادشي كامل اللي كتسير على التوسط البيئي. في البلدان اللي كتساعد نفسها مثال اسبانيا كاين شرطه المراقبه امام اللوري، باقي ملي كتوصل ضروري مراقبه الاكياس البلاستيكيه ديالهم واش هي ممتلئه او مغلقه في البحر. حنا عندنا هنا جميع الاكياس البلاستيكيه في الشبكه الفهميه أنهم كيسيبوا الأسباب داخل البحر وهذا يسيء كذلك التوسط، لأن ما كاينش على الورقة واحد الصغار في المجال. نمر للنقطة الأخرى للموضوع الغارة. إذا الغارة كما تشوفوا هي تتعرض لشتى الأشكال، إما الهجوم عليها عن طريق السكن، الهجوم عليها عن طريق الأسباب، الهجوم عليها عن طريق استعمال الأفرنة والحمامات، الهجوم عليها مع ذلك الحركة اللي كتعرض الحركة بحال المحرقة لواحد الغربي المصابين مؤخرا، معناها ما كاينش مراقبة للثروة الغربية. الثروة الغربية في المغرب ما اعتبروش راسنا أننا أغنياء في المغرب، المغرب بين أفقر البلدان في المجال الغربي، يعني كاين تشكيلات غربية قليلة جدا والتضرر بها والهجوم عليها هو أقوى من السيبة ديالها والصناعة ديالها والإعادة ديال صح تشكيلات جديدة لتعويض هذه التضررات. إذا الغرب الأولمبي في الحالة ديالها مازال سيئة، خاصة يكون ذاك المجال الجديد يعني فضاء الأفراد، ولكن يبقى مهمل يبقى غير معشوشة. كاين نقطة تما اللي خصهم يعالجوها داخل ديك القرار، هو أنهم دايرين كاين دايرو داخل أغلبية تشكيلة تما هي الشجر ديال الأوكاليبتوس، شجر الأوكاليبتوس ما كيعطيش فرصة أنك ما كيعطيش فرصة أنك تنبت في الجوار ديالو، لأن كيطلق السموم، وبالتالي دائما غتبقى شاطة في المكان، بحال بالنسبة لنا خصهم يقللوا داك شجر الأوكاليبتوس، لأن الأوكاليبتوس هو شجر ينبت بسرعة وماشي يعني ثروة تاريخية غابوية، يعني ممكن أن نوقع عليه شوية شوية ونستبدلوه بتشكيلات أخرى باش يكون فضاء فعلا جميل وأخضر ويكون مراقب وفيه حراسة ومراقبة. وحتى المشاريع اللي كانت فيه تما هو كاين مشروع ديال واحد السيد تبع طاولة باش يسيروا مزيان، ولكن يحافظنا على الطبيعة ديالو وعلى الإيكولوجيا ديالو، أن نبقى وحتى الإضافة اللي عليك الثاني تكون إضافة تحترم الغابة وتنسجم مع الغرب. ما يمكنش انك درنا تما نيكا ولا درنا قيطون ولا درنا شي حاجه زينه، لان كاين شي تفكير في الاتجاه والعمل راه كيتوقف فاتو، وبالتالي ان المجتمع المدني يكون على هو ان الفضاء الطبيعي تشوف الفضاء الطبيعي ولا غير قاصدين ولا غير شي نيكا ولا غير شي حاجه اخرى، ولكن ولكن فين يمكن ان نوجد. اذا الغرب يقيم كذلك مؤخرا اكتشاف جديد شفنا في الاونه واحد الناس تما قالوا مخبعين يعني المجتمع ديال الساحل مخبعة مطرح داخل الغابة الفيلين، والغابة الفيلين هي من أندر الغابات اللي كاينة على المنطقة ديال البحر ديال المتوسط. تشكيلات هي في إسبانيا هي في تونس هي في المغرب، ما كاينش شي يعني التواجد ديالها ولكن قلنا بأنها قليلة وكتهدف ومازال الهجوم ديالها عاد شكل. إذا الجامعة ديال الساحل
جات قرش يعني واحد الوضع كبير وقتها هذا واحد الشكل بشع. درنا ندادات ودرنا فيديوهات من المصاحبه ديال الاخوان ديال الرش كنترول الحاضرين معنا ومع ذلك ما كاينش شي رد فعل حتى. اذا وحنا المسؤوليه هنا الدوله الاسلاميه ديال الغرب لان ماهياش المسؤوليه ديال المراقبه ديال هذا التمرد. اذا كذلك القطع ديال الاشجار واللي كيستعمل في بعض الافران والحمامات وهذا واحد خطر داهم كذلك اللي باقي كتعرض له الغابه. الحمامات اليوم ولاو كاين كتشتغل بشكل ايكولوجي، الحمامات ايكولوجيه كيديروا نوع من البناء تاع الحمامات التي لا تستهلك الخشب، وهادشي راه دفع فيه الدوله ودفع فيه البلديات ودفع فيه الجهات المخصصه. كذلك قلنا الافراد كذلك كيستهلكوا واحد النسبه كبيره ديال الخشب، خاص الاعتماد على استهلاك يكون عقلاني ومصاحب للبيئه. الفضاء خضراء بالمدينه، فضاء خضراء بالمدينه تم حتى في الاصلاح الاول ولا الثاني، الاصلاح الاولى ولا الثانيه تم الهجوم على الفضاء في المدينه كما كانت قبل. راه ماشي هي المدينه اللي داروها، داروا بعض الاصلاحات. الساحه المباشره نشوفوا الساحه ديال الشهداء اللي قريبه من السادات فيها، لكن يستحيل ان تشوف شي نتا ولا تشوف شي حاجه تما ولا شي قص. حتى اللون ديال الرمادي مؤسس، يعني ما كاينش شي فضاء. الساحه ديال مكه كذلك هجموا دور على الا شفتوا الصور السابقه ما كاينش ممكن اننا نعمروا العرض بزاف ديال الصور، ولكن كاين اسمنت الفضاءات بشكل عام. حتى الساحه ديال التحرير اللي داروا اولا ما داروهاش باتفاق مع اشراف الناس وفق المطلب ديال المجتمع المدني وفق النظام الاخضر. اول مره صار العمل الجديد باستبدال اعادتها وبنائها بالشكل اللي كان عليه جديد، ولكن غياب داروا شويه ديال الخضوريه في الحاشيه. ملي كتشوف الساحه كتبان قاعده سيرتو فصل الصيف. المعالجه ديال هذا الشخص خاصها الاعمده ديالو صنع عمرو الغاص الباليات باش تعطي واحد شويه على الاقل رجوليه واحد الشكل خبول. حتى ديك لابارك اللي داروا كيبان بحال شي راجل دير شي عمامه في الصحراء، هذيك لابارك خاصها تبدل تهلك واحد اللي اذا كاين هجوم ماشي على الساحه اللي كاينه كذا. الى بغينا نشوفوا كاين الساحه ديال كاين شارع محمد الخامس واللي هجموا عليه بواحد الشكل كبير وداروا فيه فضاء ديال السيارات عوض مثلا مدخل الدخله ديال العريس اللي فيها جهات تفريضات وآلائق وحدائق أمان ولات عباره عن موقف ديال السيارات. اسمح لي السيد المسير. نعم. الحقيقة خصني عند الطوش ديال الوقت لأن باش نقدروا نسمع الأخوات ياخذ الأخوات. أنا غير لأن تقريبا عطاك سبعة دقائق نص ساعة لو كنت أنت كتهضر دابا. كنت نسمع الأخوات سبعة دقائق. لا ما عطاكوش يسمعوا الأخوات. لا 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 موضوع ديال السيارات، موضوع كذلك سيبقى المدينه وانتم ربما كيكون اللي عندهم السيارات ولا كيعرفوا الاكسيدات اللي صحيح كتعانوا المدينه ديال العريش. فالمدينه ديال العريش قبل كانت هي مدينه ديال عدد ديال السكان اللي هو قليل، ربما كان 60,000 نسمه ولا المدينه اليوم راه 120,000 نسمه. السيارات اللي ما بقيناش نجبر ربما الاخوات كيكون اللي عندهم السيارات بعد كيلقاو اشكال. اذا المدينه العدد ديال السيارات ديالها زاد، بالاضافه لان السيارات اللي كتجي في الصيف هي كتكون نسبه مضاعفه للسيارات المتواجده هنا، اذا كيصعب التوقف هذا ناهيك عن التلوث والبيع.